من ضمن التجارب اللي خدتيها مسرحية ديال مبروك اللي اشتغل فيها أمين ناسور بطريقة مجددة على البساط بساط مودرن. كانوا أسماء مجربة في المسرح، فريد الركراكي، وسيلة صبحي، نجوم الزهرة، لطيفة أحرار، وعبد الله ديدان، مشخصة متمكنة، ما عندي ما نقول، وصوت جميل وقوي، مازال نوصلوا لهذا الصوت هذا، لأنك عاود شتك تاع شي حوايج أخرين راك تمشي تدخل فيهم في الغناء، وكوربوريالمون مجهدة. قليل عندنا فين كتجبر هاد الثلاثة ديال المواصفات عند ممثلة، خص كل واحد ياخذ حقه. هادشي علاش قلت لك من قبل بأنه ربما خاصك تتلاقاي مع مخرج أو مخرجين جداد كيشتغلوا على نوع من المسرح مختلف على اللي كتشتغلي فيه، هذا هو. واش كيبان لك؟ أولا قول لي فين هما هاد المخرجين؟ أنا بصراحة قلت لك بلال صراحة خدمت مع بزاف الناس، ولكن شوية المخرجين بالنظر للمشوار ديالك اللي كتلعبي خمسة ستة المسرحيات، يعني كي مثلا ملي كنتحدثوا على الواقعيه النفسيه عدد المسرحيات كيتقلب بالنظر للمشوار ديالك. فاش كتهضر على الكوميك الجروتيسك وديك الشيء كتلقاه غالب بزاف على الواقعيه النفسيه. ولكن كتقول بانك ارتحتي فيه انت اكثر؟ ارتحت فيه اكثر حيتاش هو واحد الشكل فرجوي كيجمع بين بزاف ديال الحاجات اللي انا كيعجبوني، لو شان ولو كور شويه، لا دانس شويه ديال، هو واحد النوع ديال المسرح اللي بصح كنرتاحوا فيه ومحتاجين لنوع الاخر. راه محتاجين بصح الواقعيه النفسيه، محتاجين ان بيرسوناج اللي نقدروا من خلاله عاوتاني يتعرفوا علينا ناس في شكل واحد اخر. هاش كنقول ايه متفقه معك إيه؟ متفقه معك بصح، وهذا الشيء راه كيوجد ان شاء الله. وانا يا عندي سبيكتاكل ديالي اللي بصح كنخدم عليه إيه؟ ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء اللي كيشوفوني فيه الناس، ويقدر يكون فيه شويه ديال الغناء، يقدر ولكن في واحد لو ستيل واحد اخر شويه. مزيان مزيان ان شاء الله. واخا.